الله وبركاته حبايبي الحلوين كي جي تو، سنة جديدة سعيدة عليكم، كل سنة وانتم طيبين يا رب وبخير. معكم ميس سهام ابراهيم، يلا بينا نشوف مع بعض مراجعة اللغة العربية. التمرين الأول، اكتب الكلمة. الصورة الأولى صورة جزر، جي ز ر جزر، جيم كسرة زال راء جزر. الصورة التانية رجل، ري ج ل راء جيم سكون لام رجل جزر رجل. صورة ايه دي يا كيجي؟ جمل، جا م ل. طب السؤال هنا بيقول ايه؟ رتب لتكون كلمة. معايا حرف الميم والجيم فتحة واللام، طب أنا بقول إيه؟ جا جا يبقى جيم فتحة، جا ما ل جيم فتحة ميم لام. ممتازين يا كيجي. حد يعرف احنا بنقول على الجمل إيه؟ آه سمع حد بيقول سفينة الصحراء. أحسنتم يا كيجي. الصورة اللي بعد كده صورة جبن، معايا الباء والجيم ضمة والنون جو جو جو، يبقى جيم ضمة جب ب باء جبن نون جو ب ن جبن. الصورة اللي بعد كده يجي صورة ايه؟ زرافة، ز ز زرافة، الزي فتحة والراء والمد الألف والفاء والتاء المربوطة. خلينا فاكرين قلنا المد الألف بيحب إيه؟ بيحب الفتحة، والحرف اللي قبل مد الألف بيسمى الممدود. الصورة اللي بعد كده صورة زير، زير. طيب يلا نشوف مع بعض زير بتكتب إزاي. زي كسرة ياء راء. طب هي زير فيها مد ولا مفهاش؟ ايوه فيها يا ميس، مد ايه؟ مد ياء، لان الحرف اللي قبل المد الياء تحتيه كسرة ويسمى الممدود. برافو عليكم يا كيجي. الصورة اللي بعد كده صورة زجاجة. طب يلا بينا نشوف ايه الحرف الناقص في كلمة زجاجة. زو زو زو، زي ضمة. برافو. زجاجة فيها مد دي ولا مفيهاش؟ فيها مد. مد ايه؟ مد ألف. برافو يا كيجي أحسنتم. التمرين اللي بعد كده حلل، معايا كلمة مزرعة، مزرعة، احنا هنحللها لإيه؟ لأصوات ميم فتحة زي سكون راء عين تاء مربوطة. برافو يا كيجي ممتازين. السؤال اللي بعد كده اكتب الكلمة. معايا صورة ايه؟ صورة دب، دو ب. نطقت هنا حرفين، ايه هما؟ دال ضمة والباء. ممتازين يا كيجي دب. الصورة عندي هنا صورة ايه؟ دواء، دواء، دال فتحة واو مد ألف همزة على السطر، دال فتحة واو مد ألف همزة على السطر، دواء. الصورة اللي قدامي دي صورة ايه يا كيجي؟ صورة ديك. طب تعالوا نشوف الحروف المتلخبطة واحنا نرتبها. ديك، طب انا معايا الكاف والياء والدال كسرة، دي دي دي، يبقى ابتدي بالدال كسرة، ديك مد ياء وبعدين الكاف. ممتازين يا كيجي. طيب هنا بيقول لي ايه؟ اختر الحرف المناسب مع الضبط. عندي كلمة ايه؟ ايه كلمة الهاء ضمة؟ هد هد، هد هد. طيب الحرف اللي ناقص هنا هو حرف الدال. طيب صوته هنا ايه؟ بالضمة ولا بالفتحة ولا بالكسرة ولا بالسكون؟ هد هد، يبقى بالسكون
برافو يا كيجي، ممتازين. الصورة اللي معايا هنا صورة ايه؟ قلم. ق ل م، ق فتحة لام ميم. ممتازين يا كيجي. التمرين اللي بعد كده، رتب لتكون كلمة. صورة ايه دي يا كيجي؟ صورة قطن. الحروف اللي معايا نون قاف ضمة طاء قطن. قو يبقى قاف ضمة، قطن قاف ضمة طاء نون، قطن. صورة ايه دي يا كيجي؟ صورة عقد. طيب انا عندي تمرين بيقول اختر الحرف بالضبط المناسب، ومعايا قاف فتحة قاف كسرة قاف ضمة قاف سكون. الكلمة اللي معايا عقد، عقد يبقى قاف ايه؟ قاف سكون. احسنتم يا كيجي، برافو علينا. التمرين اللي بعد كده، ضع دائرة حول مد الألف. الكلمة الأولانية كلمة تفاح، الكلمة التانية قيطار، الكلمة التالتة زجاجة. طيب تفاح فيها مد ايه؟ مد ألف، برافو علينا. وحرف الفاء هنا لازم يكون عليه ايه؟ يكون عليه فتحة. على فكرة يا كيجي، الفتحة لازم تكون في الحرف اللي قبل الألف على طول. طب كلمة قيطار برضو فيها مد ألف، طب مين الحرف اللي عليه الفتحة؟ الطاء، ويسمى الممدود. طيب الكلمة التالتة زجاجته برضو فيها مد ألف، وحرف الجيم اللي قبل الألف على طول هو اللي بيكون عليه الفتحة. أحسنتم يا كيجي. التمرين اللي بعد كده، اكتب الكلمة. صورة ايه هنا يا كيجي؟ صورة طائرة. طا اي را تو. طا فتحة ألف همزة على نبرة را تاء مربوطة، طائرة. صورة ايه دي؟ طفل. طي ف ل. طا كسرة فاء لام، طفل. التمرين اللي بعد كده، اختر. عندي صورة ايه؟ صورة طيور. طيب انا مديني كلمتين، مديني كلمة طيور ونسر. مين هو يا كيجي، الكلمة الاولى ولا التانية؟ برافو، سمعاك وبتقولوا الكلمة الاولى، احسنتم. طيور، وفيها مد ايه طيور؟ فيها مد واو. طيور يعني الياء عليها ايه؟ الياء عليها ضمة. احسنتم يا كيجي. التمرين اللي بعد كده، اختر الحرف المناسب مع الضبط. الصورة الاولانية صورة ايه؟ شعلة. شو 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 يبقى ناقصها ايه؟ شين ضمة، برافو عليكو يا كيجي. اما الصورة التانية صورة عشب، عشب ناقصها شين ايه؟ شين سكون، عشب. أحسنتم يا كيجي. التمرين اللي بعد كده، اكتب الكلمة. الصورة الأولانية صورة شمس. شا م س شمس. شين فتحة ميم سين شمس. أما الصورة التانية بيشاورلي على إيه يا كيجي؟ على الشراع. شي راع. شين كسرة راء مد ألف عين، شيراع. التمرين بعد كده، اكتب الكلمة. الصورة الأولانية صورة ايه؟ زرة. زو را تو زرة. زال ضمة راء تاء مربوطة، زرة. الصورة اللي بعد كده زيراع، زيراع. زال كسرة راء مد ألف عين، زيراع. التمرين اللي بعد كده، حلل.
الكلمة الأولانية كلمة زيل، هنحللها لأصوات زيل، زال فتحة ياء لام. الكلمة التانية جزر، برضو هنحللها الأصوات جيم زال سكون راء، زيل جزر، زيل جزر. التمرين اللي بعد كده اكتب الكلمة. الصورة الأولانية صورة علم، عالم، عين فتحة لام ميم. اوعيك يجي تتلخبط، دي مش ألف دي لام، لأن الألف من الحروف الرافصة ومش بتمسك في حد، أما اللام هي اللي بتمسك في اللي بعدها. الصورة اللي بعد كده صورة عصفور، عين ضمة صاد فاء مد واو راء، عصفور. الصورة اللي بعد كده عنب، 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 عين كسرة نون باء. الصورة الأخيرة شعر، شعر، شين، عين سكون راء. يبقى خدنا علم، عصفور، عنب، شعر. احسنت. التمرين اللي بعد كده اختر الحرف المناسب مع الضبط. عندي واو فتحة، واو كسرة، واو ضمة، واو سكون. الصورة الأولانية صورة ايه؟ صورة ورود، وو وو، واو ضمة. برافو يا كيجي. الصورة اللي بعد كده صورة قوس، قو، يبقى واو ايه؟ واو سكون، قوس. الصورة اللي بعد كده وج، و و، وج، واو فتحة. آخر صورة وسادته، وسادته، واو كسرة. برافو يا كيجي، أحسنتم. التمرين اللي بعد كده ايه؟ ضع هذا وهذه. احنا قلنا هذا وهذه دي ايه؟ أسماء إشارة. طيب هذا بتروح لمين؟ بتروح للمفرد المذكر، أما هذه بتروح للمفرد المؤنث، يعني أي حاجة فيها تاء مربوطة أو اسم بنت. وبتروح لمين تاني؟ بتروح للجمع، بس لازم يكون غير عاقل. طب يلا بينا نشوف التمارين بتاعتنا. أول حاجة كلمة إيه؟ أسد. أسد ده مذكر ولا مؤنث؟ يعني ولد ولا بنت؟ ولد، يعني ياخد هذا ولا هذه؟ هذا. برافو يا كيجي، أحسنتم. الكلمة التانية كلمة إيه؟ مزرعته، فيها تاء مربوطة، هي يبقى تاخد إيه؟ هذه. برافو يا كيجي. آخر حاجة كلمة إيه؟ قيطار. ده يعتبر كده مذكر ولا مؤنث؟ ولد ولا بنت؟ ولد، يبقى ياخد إيه؟ ياخد هذا. أحسنتم يا كيجي، مع السلامة.